تجربة فريدة من نوعها يعيشها الأطفال خلال عطلتهم الصيفية ضمن فعاليات مخيم مشمس الصيفي الذي يأتي هذا العام بحلة جديدة وأجواء ممتعة ضمن سلسلة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي تضفي على أوقاتهم الكثير من المرح والفائدة، ويتم تنظيمها من قبل نادي سيدات الشارقة خلال الفترة الممتدة من مطلع يوليو وحتى 30 من أغسطس المقبل. هذه السنة ركزنا على أنشطة جديدة بحيث نحن حابين ننمي أكثر مواهب الأطفال الإبداعية والفكرية والبدنية، وقسمنا هذه المخيمات إلى 5 مخيمات أساسية مقسمة على حسب الفئات العمرية وعلى حسب ميول الأطفال. يتضمن المخيم الصيفي الذي يقام سنوياً مجموعة واسعة من البرامج الترفيهية التي تشتمل على سلسلة من ورش العمل المتنوعة لتعليم الأطفال كصناعة الفخاريات والرسم والتلوين، إلى جانب أنشطة اللياقة البدنية والتزلج والرياضات المتعددة في مختلف الميادين. اليوم بالذات اخترنا أنشطة تخص إعادة التدوير، كلنا في البيت عندنا أشياء كثيرة موجودة بنرميها وبنتخلص منها، فبنحاول نعلم الأولاد أهمية الحفاظ على البيئة من خلال إعادة التدوير، إن أي شيء في البيت مش مستخدم لا بيكون ليه استخدام مختلف غير اللي احنا متعودين عليه. مخيم سفينة المعرفة يقدم الكثير من الأنشطة ويتضمن العديد من الأنشطة الثقافية والإبداعية التي تعد الطفل إعدادا كاملا من مهارات وقدرات من خلال القصص، ومن خلال نقرأ لتنهض أمتنا، ومن خلال أيضا الكثير والعديد من الأنشطة التي تجعله يستوعب ويتواصل مع الآخرين بكل ثقة وبكل مقدرة. تختلف الأنشطة الترفيهية باختلاف الفئات العمرية التي تتناسب عقول وميول الأطفال لترضي ذائقتهم وتكسبهم ثقافة المعرفة بطريقة جذابة وممتعة. كل يوم باجي هنا وأنا عن جد بتعلم كتير أشياء، بحب أجي هنا كل يوم، وهذا يعني إحنا لازم نشوف الورلد، يعني نتعلم أشياء جداد وهيك. تعلمت صنع بالطين باسكت صغير حق العرايس. أنا جيت هذا المخيم عشان ألعب وأتعلم. اليوم جايين عشان أسوي إعادة التدوير. أنا إجيت مخيم المشمس لأتعلم وأتمرح دائما. أنا أسوي أنجري بير. المتعة، الفائدة والمرح هنا في مخيم مشمس الصيفي، حيث يجد الأطفال ضالتهم من خلال أنشطة مميزة تستهوي أفئدتهم وتنمي أجسادهم وعقولهم، فلا تفوتوا الفرصة وسارعوا إلى اصطحاب أطفالكم لينعموا بأجمل الأوقات. وللحديث أكثر عن مخيم مشمس الصيفي وأهم الأنشطة الترفيهية التي خصصها للأطفال، معنا الآن عبر الهاتف نجوى بن منصور تنفيذي متابعة مستوى الخدمات في نادي سيدات الشارقة. أهلا وسهلا بك يا أستاذة نجوى. مساء النور والسرور، أهلا عزيزتي. عزيزتي، بداية دعينا نعطي نبذة للسادة المشاهدين الكرام، ما هو هدف هذا المخيم، ما هي أهم الفعاليات التي سوف تقدمونها من خلال مشمس الصيفي؟ طبعا نادي سيدات الشارقة يقوم بتنظيم المخيمات الموسمية خلال العطل المدرسية للأطفال، والأهداف معينة مثل تطوير مهاراتهم الإبداعية وتنمية قدراتهم الذهنية، وهي طبعا فرصة مثل للأطفال للاستمتاع والاستفادة من العطلة. نعم، طيب ما هي الفئات العمرية التي يستهدفها المخيم؟ المخيم استقبل فئات عمرية مختلفة تبدأ من عمر 2 حتى 16 سنة، وتم تصميم 5 مخيمات تناسب مع كل فئة عمرية، اللي هي تشمل عدة أنشطة ترفيهية وتعليمية مثل صناعة الفخاريات، تزلج على الجليد، عندنا برنامج الماستر شيف، بيلاتس خاص للأطفال،
مثل بعد فن كتابة القصص، برمجة طائرات المراقبة، تايكواندو، بالإضافة لفنون الرسم والتلوين. رائع. هل ما زال باب التسجيل مفتوح لمن يرغب بالتسجيل في المخيم؟ هي أكيد طبعا باب التسجيل مفتوح، بإمكان أولياء الأمور تسجيل أطفالهم أو أبنائهم، ممكن من مخيم ليوم واحد وحتى 4 أسابيع. 4 أسابيع، يعني متى ينتهي؟ في شهر أغسطس أليس كذلك ولا قبل؟ المخيم راح يستمر شهرين، بس فترات المخيم تختلف. في عندنا مثل الناس اللي حابة تسجل ليوم واحد، لأسبوع، أسبوعين، 3 أسابيع أو 4 أسابيع. ومن الساعة كم الساعة كم سادة نجوى؟ من الساعة 9 الصبح لين الساعة 1 الظهر. رائع. المخيم. زي ممكن تحدثينا أكثر عن الفعاليات اللي يسعى طبعا النادي بصفة عامة إلى تنظيمها، نادي سيدات الشارقة خارج إطار مشمس يعني؟ طبعا النادي ينظم عديد من الفعاليات الأنشطة. طبعا هاي الفعاليات كلها تضمن فعاليات خيرية، محاضرات، معارض، ماراثونات، ندوات وملتقيات. ما شاء الله. وإن شاء الله في الفترة القادمة راح نفتح باب التسجيل لجائزة نون للفنون تحت شعار مشاعر، طبعا هذا تزامنا مع عام زايد للخير. ما شاء الله. إذا نعم تفضلي. طبعا للاطلاع للمزيد من الفعاليات اللي راح ينظمها النادي إن شاء الله خلال الفترة المقبلة، ممكن متابعتنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للنادي. رائع. إذا الأستاذة نجوى بن منصور تنفيذي متابعة مستوى الخدمات في نادي سيدة الشارقة، شكرا جزيلا لك والله يوفقكم إن شاء الله. حياك الله. شكرا عزيزي.